رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. أرضى مولاه لما التزم بتقواها. رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان مجال صلوات تسمو للنفس لمولاها. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى. رمضان طهور الأرواح، رمضان زمان الأفراح.